مساكم. سؤال جديد ودرس جديد من دروس المنظور. أرسل منظور من ضدى طاولة سطحها مربع طول ضلعه 4 سنت لا تمس اللوحة تبعد عنها 1 سنت تقع على يسار محور النظر تبعد عنه 9 سنت. ارتفاعها 8 سنت. سماكة سطح 1 سنت طبعا من ضمن الارتفاع. القوائم مربعة 1 ضرب 1 سنت. الأبعاد بين خط الأفق وخط الأرض 11 سنت، بين الأرض واللوحة 10 سنت، بين اللوحة وعين الناظر 12 سنت. الخطوة الأولى مد الدال ألف باتجاه خط الأرض ونفس النمط بالاتجاه الثاني. شرد لأحصل على اتجاه الشكل. الخطوة اللي بعدها نقطة ألف لطلع منظورة فبوصلها مع عين الناظر. نقطة تقاطع الخط مع اللوحة برفع منه عمود. فهون ألف فتحة، ألف فتحة. بالنسبة لدال طالع منظورة صورة مع الناظر، نقطة التقاطع مع اللوحة برفع منها عمود. فهون دال فتحة، ألف فتحة وب فتحة لاستقامة وحدة. فأنا بما أني عندي ألف فبس بسحب خط أفقي. ونفس الشيء بالنسبة لدال وجيم، هني على نفس الاستقامة، فدال فتحة وجيم فتحة على استقامة وحدة. فهون جيم فتحة وهون ب فتحة. هيك حصلت على منظور المسقط ألف ب جيم دال. بدي طالع هلا منظور القوائم. بمدد بشرد الخطوة اللي بعدها بجعل النقاط الداخلية. صورة مع عين الناظر برفع منها عمود. بسحب خط أفقي بالاتجاهين لأحصل على قوائم القريبة. نفس النمط بالنسبة للنقطة المقابلة للأبي، أو خلينا هون النقطة اللي تحت ألف سحب خط أفقي برفع عمود. بسحب خط أفقي فهيك بكون حصلت على المسقط والقوائم. الخطوة اللي بعدها الارتفاع مثل ما قلنا باخده من نقاط التقاء خطوط التمديد.
إن الارتفاع 8 سنت، من هو الارتفاع؟ فين ياخذ ارتفاع كمان من هون؟ مثل ما انا مختار خطوط التمديد، شارد الارتفاع طب هون انتبه، انا اخذت الارتفاع من هاي الجهة، فانا بدي ارفع بس النقاط اللي من جهته، يعني بعتبر هون رصيف وهون رصيف، اخذت ارتفاع من هون برفع بس بالنقاط الموجودة هون، اخذت ارتفاع من هون وشردته برفع بس النقاط الموجودة من الطرف الثاني، فانا لو فيني ارفع الف فتحة لاحصل على الف فتحتين، وارفع دال فتحة لاحصل على دال فتحتين، نفس النمط. هون ممكن شرد الارتفاع الثاني، لا اقدر ارفع عمود من ب فتحة واحصل على ب فتحتين، واقدر ارفع من ج فتحة لاحصل على ج فتحتين، هون ج فتحتين ب فتحتين، هون الف فتحتين، وهاي النقطة هي دال فتحتين. بالنسبة للسماكي، السماكي 1 سنت، فأنا بجي على الارتفاع الأساسي باخد 1 سنت، مثل ما أن الارتفاع الأساسي أو الحقيقة أخذت 1 سنت بشردة، فأنا هون تحدد هلا عند الارتفاع أو السماكي على الشكل. يعني هون إذا بدي أحبر الشكل، الآن الواجهة الأمامية أنا تحدد معي من جهة، فأنا بسحب بس خط أفقي لأقدر أحدده على الجهة الثانية اللي تحت جيم، هاي هيك تقريبا، هون القوائم هاي بالواجهة الأمامية بقدر أرفعهم هلأ، هون من على جنب مثل ما شايفين، القائمة اللي بالخلف طرف منها بس مبين، اسحبه هون، وفي هون، هذا الشكل هون هيك، يعني هلا هون طبعا هدول راح ارغم معهم، هون القوائم الداخلية هاي الواجهة الأمامية، الجانبية
الواجهة الجانبية وهي الواجهة الأمامية لها الشرف تهشير فاتح. أتمنى يكون التمرين واضح تستفيدوا منه. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا مشاركة ودعوة أصدقائكم للاشتراك بالقناة. يسعد مساكم.